وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في رسالة يقول هل يجوز قراءة القرآن في السجود على سبيل الدعاء مثل أن نقول سبحانك إني كنت من الظالمين؟ نعم يجوز أن نأتي بالآيات القرآنية التي فيها الدعاء ونجعلها في السجود لقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي السجود أكثر الدعاء قم أن يستجاب لكم، لكن إن أراد أن يقرأها على أنها قرآن فلا يجوز، لا يجوز أن يقرأ القرآن في السجود، لكن إذا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار من باب الدعاء وهي آية القرآنية فلا شيء في ذلك، والله أعلم.